تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح الإيجابية وصباح السعادة. إن شاء الله مستمعينا الأعزاء يومكم مليء بالطاقة الإيجابية، وأيضا الشعور بالسعادة دائما مستمعينا الأعزاء له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أني أرحب معاي اليوم فريق العمل المبدع، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. صبحكم الله بالخير والعافية، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نحب دائما مستمعينا أن نذكركم بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، حفاظا على لبس أيضا حافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون أيضا غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وكما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر يقول بأن 850 طن من لقاح كوفيد-19 للبلدان الفقيرة. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي بتعطينا المستجدات الأخت الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة مستجدات كوفيد-19 اليوم وتحت عنوان مستجدات كوفيد-19 والحديث عن المخالطين مع الدكتورة هند العواضي. فقرة التغذية اليوم عنوانها فوائد زبدة الفول السوداني، وبتعطينا هاي المعلومات الأستاذة حصة أحمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقرات البرنامج موضوع التصوير المقطعي للشرايين التاجية للقلب مع الأستاذ يوسف محمد الحبيشي. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم، برنامج صحة وسعادة. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ خبرنا لهذا اليوم، 850 طن من لقاح كوفيد-19 للبلدان الفقيرة. أظهر تقييم جديد أنه من الممكن لليونيسيف أن تنقل ما يصل إلى 850 طنا من لقاحات كوفيد-19 شهريا في عام 2021، فيما إذ توفرت مثل هذه الكميات، ويزيد وزن هذه الكمية بأكثر من الضعف عن معدل وزن اللقاحات التي تنقلها اليونيسيف شهريا في الظروف العادية. وقد جرى هذا التقييم في إطار عمل اليونيسيف في قيادة عملية تحصيل لقاحات كوفيد-19 وتقييمها ل 92 بلدا من البلدان الفقيرة والمنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، نيابة عن موقف كوفكاس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي. وأيضا قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هريتا فورد، هذا مسعى هائل وتاريخي، فحجم المهمة أيضا جسيم، وما تحت الرهان أعظم من أي وقت مضى، إلا أننا جاهزون للنهوض بهذه المهمة. ومن فقرة الأخبار مستمعين إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع الزميلة أسماء الجناحي. اختي أسماء صباح الخير.
صباح النور، صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين اذاعه نور دبي. الله يصبحك اختي اسماء بالنور والعافيه. نبدأ بالأمور اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. أول شيء نحكينا متحمسين اليوم لوصول مسبار الأمل إلى المريخ، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني بنوصل وبنحقق الهدف. وهي كانت الأشياء الأكثر أصلا رواجا في قنوات التواصل الاجتماعي يوم أمس. نتكلم من الجانب الطبي، تم وضع سؤال هو يعتبر من الأسئلة أكثر يعني استفساراً عن القنوات التواصل الاجتماعي، وهو متى يمكنني أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد بعد الإصابة. بعد الإصابة في هيئة الصحة بدبي، إذا كان شخص مصاب بكوفيد وما أخذ الجرعة الأولى يتم ذلك بعد 3 شهور من الإصابة. أيضا من هاي من ضمن الأجوبة اللي حاطينها بقنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من المهم جدا توفير الوثائق المطلوبة عند الذهاب إلى مراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومنها بطاقة الهوية الإماراتية، صورة عن الإقامة بدبي سارية، وتقرير طبي يثبت الإصابة بالأمراض المزمنة. مثل ما تعرفوا يا عبد الله، نحن في هاي الفترة في أول 3 شهور هي الفترة خاصة بالفئات ذات الأولوية، وهي الفئات المعرضة لخطر مضاعفات كوفيد 19. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا يعني نأكد عليها إنه يعني غالبا اللي بياخذون الجرعة الأولى ما يحتاجون يرجعون ياخذون موعد للجرعة الثانية، لأن هذا الشيء يصير أوتوماتيك بعد 21 يوم. أول ما يخلصون الجرعة الأولى موعدهم للجرعة الثانية بيوصلهم على مسج بعد خلال 48 ساعة، فما يحتاجون انهم يرجعون يتصلون مره ثانيه عشان ياخذون موعد حق الجرعه الثانيه، هي موعد بس للجرعه الاولى. صحيح. في مراكز هيئه الصحه. ايضا من ضمن الاشياء المهمه ان او الاستفسارات اللي توصلنا، هل علي انا اعيد الفحص بعد ما اخلص فتره الاصابه اللي هي 10 ايام من العزل؟ لا يحتاج المصاب اعاده الفحص بعد 10 أيام في حال ما كان عنده أعراض أو كان لديه أعراض خفيفة، لأن هي فقط فترة العزل اللي 10 أيام وتوصل شهادة انتهاء عزل. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي والاستفسارات اللي وصلتنا، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة لأخت أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نأخذ الفاصل أيضا نحب أن نذكركم بخصوص مراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. مراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز السيلي الصحي. أما بخصوص المراكز المخصصة لفحص كوفيد-19 بموعد مسبق، مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة، وتعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء، وأيضا نادي النصر الرياضي من الأحد إلى الخميس. وأما بخصوص مراكز الفحص دون موعد مسبق، وهي منصات مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة، وأوقات العمل من الأحد إلى الأربعاء من 10 صباحا إلى 5 مساء. فقرتنا الثانية بتكون مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل فقرة مستجدات كوفيد-19، وبتكون ضيفة معنا الدكتورة هند العوضي، وهي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم معاها اليوم عن آخر المستجد في موضوع المخالطين والتعرف بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية والواجب اتباعها والجديد في هذا الجانب. خلكم دائما مستمعين الأعزاء مع برنامج صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا فقرة مستجدات كوفيد، في الفقرة هاي التوعية الخاصة بكوفيد 19 والتي جاءت للتعريف بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها والجديد في هذا الجانب. ومعنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صباح الخير. صباح النور عبد الله، صباح النور لجميع المستمعين. الله يصبحك دكتورة بالخير والنور والعافية. وشو بتخبرينا اليوم عن المستجدات والخاص بموضوع المخالطين؟ اليوم شوي رح نتحدث عن المخالطين عبد الله، ونشرح شوي للمستمعين احنا شو نقصد بالمخالط، والواحد شو يسوي اذا كان مخالط، ومتى نعتبره مخالط. اولا يعني من هو المخالط لمصاب مرض كوفيد؟ هو كل شخص قضى وقت مع حالة تأكد اصابتها بكوفيد، سواء كان يومين قبل ما يكون تظهر عليه الأعراض أو أثناء وجود الأعراض عليه لمدة 10 أيام. معناته أنت إذا قضيت شخص مع وقت مع شخص مصاب بكوفيد خلال 10 أيام من مرضه أو يومين من ظهور أعراضه، هذا أنت هني تعتبر نفسك مخالط، ولازم أنت تكون قاضي معه وقت أكثر من ربع ساعة وكنت على مسافة قريبة منه. هني إحنا نقدر نعتبر الشخص إنه هو مخالط. وبعدين عبد الله شو يقدر يسوي المخالط؟ طبعا أول شيء إذا أنت عرفت نفسك إنك مخالط، معناته أول شيء أنت لازم تحجر نفسك وتبتعد عن الأشخاص الموجودين معك، سواء كانوا في العمل أو كانوا في المنزل. خلاص أنت تحجر نفسك في غرفة منفردة، مدة حجرك لنفسك تكون 10 أيام. سواء ظهرت عليك أعراض ما ظهرت عليك أعراض، أنت لازم تبدأ تحجر نفسك لمدة 10 أيام. وبعدين إذا طلعت عليك أعراض تسوي فحص البي سي آر، لكن إن ما طلعت عليك أعراض ما لداعي أنك أنت تسوي فحص البي سي آر. أهم شيء عندنا أنك أنت تلتزم ببقائك في الحجر الصحي لمدة 10 أيام. وشو نقصد إحنا بالأعراض؟ نقصد هي الأعراض المتعارفة، حين صرنا كلنا نعرفها، الأعراض اللي تظهر على مريض كوفيد. إذا مثلا درجة حرارتك ارتفعت، إذا كان عندك سعال، آلام في جسمك، آلام في الحلق، إذا عندك صعوبة أو ضيق في التنفس، مثل سيلان في الأنف، الإسهال، الغثيان وما إلى غير ذلك. وفي بعد عرض جديد أضفناه إلى أعراض كوفيد اللي هو فقدان حاسة الشم والتذوق. أنت إذا ظهرت عليك هاي الأعراض خلال فترة حجرك 10 أيام، أنت هني إحنا ننصحك إنك أنت تبادر وتسوي فحص البي سي آر عشان نعرف هل أنت أصبت بالمرض أو ما أصبت. صحيح. مثل ما قلت إحنا نعتبرك مخالط إذا أنت قضيت فترة، سواء كان شخص معك في العمل، زميلك أو حد من أفراد عائلتك، ربع ساعة أنت ظال معه ربع ساعة، وكانت مسافتكم بينكم وبين بعض قريبة، إحنا هني نعتبرك مخالط. ونعيد ونزيد على فترة 10 أيام عبد الله، لأن الكثير ما للأسف ما يلتزمون بهذا الشيء، وخصوصا إذا ما كانت عليهم أعراض. صحيح. عسب شيء يقول والله أنا ما فيني شيء، ليش أنا أتم 10 أيام في البيت؟ يعني ليش تخلوني أظل 10 أيام؟ لأن يعني هاي 10 أيام مهمة، لأن هي الفترة اللي ممكن تظهر عليك أعراض، ويمكن أنت تكون عندك مصاب بكوفيد لكن ما تبين عليك الأعراض. لأن إحنا عرفنا أن العديد من حالات المصابين بكوفيد تكون يعني يكون فيهم المرض لكن ما يبين عليهم، فإحنا هني نبي نضمن أن أنت تكون في السليم وما تنقل العدوى. إذا لا سمح الله أنت طلعت مريض تنقل العدوى للآخرين،
فمدة العشرة أيام جدا مهمة للمخالطين، وأنا يعني دائما يعني أقول يعني الوعي جدا مهم والالتزام، وكل واحد يبدأ بنفسه. صحيح. إذا كل شخص عرف نفسه مخالط وعزل نفسه عبد الله، فإحنا كذي يعني وايد بنقدر نسيطر على الجائحة ونقلل من عدد الحالات. صحيح. فأتمنى من الجميع إذا عرف أنه بالفعل كان مخالط من أي شخص ثاني يعزل نفسه على طول، يحجر نفسه. وطبعا هذا ما يعني أنك أنت مصاب بمرض كوفيد، إحنا بس نبي نتأكد أن أنت ما فيك إلا العافية، لأن إذا لا سمح الله يعني في احتمالية أنت تكون مريض، في احتمالية أنت ما تكون مريض، بس إحنا نبي نتأكد أن إذا طلعت أنت مريض أنت كذي ما نقلت العدوى لأي شخص ثاني، وبهاي الطريقة إحنا كسرنا من سلسلة انتشار العدوى. بس هذا ما يعني بالضرورة أن أنت مصاب بكوفيد، بس أنت شخص بتكون سليم. بس نبي نتأكد أن خلال العشرة أيام هذه ما ظهرت عليك أعراض، ما أحسيت بأي شيء، بعدين أنت تقدر تطلع من حجرك وتمارس حياتك الطبيعية. طبعا يعني تمارس حياتك الطبيعية ضمن الإجراءات الاحترازية حالك حال أي شخص ثاني. نعم. وطبعا عندنا نوعين من الحجر، حجر في المنزل إذا أنت استفيت شروط الحجر المنزلي، وإذا اللي ما عنده يعني إمكانية أن يحجر نفسه في المنزل، طبعا هناك دائما في حجر مؤسسي بإمكانك أنت تتواصل مع الجهات المعنية وتقول لهم أني أنا ما أقدر أحجر نفسي في المنزل، فهم طبعا أكيد راح يقدرون يساعدونك في هذا الموضوع. وطبعا شو أنا أقصد بشروط حجرك المنزلي، أنت لازم تكون عندك غرفة خاصة لك مع حمامك الخاص، أنت حالتك الصحية لازم تكون مستقرة، يعني ما تكون من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبير في السن، لازم تكون عندك وسائل اتصال فعالة، لازم يكون مثلا حد معك في المنزل قادر أنه يتصرف إذا لا سمح الله صار شيء، تكون عندك مستلزماتك من الإسعافات الأولية، وطبعا أهم شيء أنت تكون واعي وداري بكيفية التصرف وكل الإجراءات المعنية بالحجر المنزلي. نعم دكتورة هند، بس عندنا بعض الاستفسارات وصلتنا على الرسائل النصية، في أحد الأخوة أو الأخوات اللي آخر رقم تليفونه 888 يسأل أقدر أفحص البي سي آر بعد أخذ اللقاح الجرعة الأولى مباشرة وعشان أروح أبوظبي؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني دكتورة، السلام عليكم ومشكورين على هذا البرنامج الناجح والمفيد، هل يصاب الشخص مرتين بكوفيد 19 هل يعود له المرض مرة أخرى؟ بخصوص أخذك للقاح وفحص البي سي آر، طبعا هذا الشيء ما يخصه في الشيء الثاني، أخذك للقاح ما راح يأثر على نتيجة فحص البي سي آر عندك، فأنت تقدر تسوي فحص البي سي آر حتى لو كان مباشرة بعد أخذك للقاح، لأن اللقاح هذا ما راح يأثر في نتيجة فحص البي سي آر عندك. نعم. وشو كان السؤال الثاني؟ دكتورة، هل يصاب الشخص مرتين بكوفيد 19 وهل يعود له المرض مرة أخرى؟ هي طبعا في العديد من الحالات والأبحاث اللي سووها واكتشفوا أن بالفعل بإمكان الشخص أن يصاب بمرتين بكوفيد 19، عسب شي إحنا نقول للجميع حتى لو أنت كنت مصاب سابقا بكوفيد 19 ومرت على إصابتك 3 أشهر، إحنا ننصحك أنك تبادر وتأخذ اللقاح أيضا، لأن في احتمالية وإمكانية أن أنت ممكن تصاب بالمرض مرة ثانية. فالجواب لسؤاله هو نعم. صحيح. شكرا دكتورة. نرجع إن شاء الله لحديثنا عن مستجدات كوفيد 19 والحديث عن المخالطين. يعني أهم النقاط اللي أنا بركز عليها في موضوع المخالطين، أن أنت لازم تعرف نفسك هل أنت مخالط أو لا. إذا أنت خالط شخص مريض، يعني أحاول أختصر لكم الموضوع عبد الله، إذا أنت كنت على اتصال مع شخص تأكد إصابته بكوفيد 19 خلال مرضه العشرة أيام هذه، أنت تعتبر مخالط إذا قضيت معه أكثر من ربع ساعة. فأول ما تعرف نفسك أنك أنت مخالط على طول، تبدأ أنت في إجراءات حجرك المنزلي، تحجر نفسك لمدة 10 أيام. هذا مو يعني أن أنت مريض، لكن إحنا بس نبي نتأكد أن أنت ما إذا لا سمح الله أصبت بالمرض، لأن في احتمالية أن الشخص المصاب بكوفيد نقل لك العدوى. صحيح. فإحنا بس نبي نتأكد أن أنت
سليم ما فيك شيء عشان نكسر سلسلة انتشار المرض ونقل العدوى هذه. 10 أيام تحجر نفسك وبعدين إن ظهرت عليك أعراض تسوي فحص PCR، إن ما ظهرت عليك أعراض معناته أنت بعد 10 أيام بإمكانك تمارس حياتك الطبيعية، طبعا ضمن الإجراءات الاحترازية اللي دايما نعيد ونزيد فيها، تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين، ترتدي كمامك بطريقة صحيحة، وأيضا تحافظ على نظافة إيدينك. صحيح. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة، وشكرا لفريق العمل معك الحقيقة على عملكم الجبار خلال المرحلة هي اللي هي دائما يعني تثقيف أفراد المجتمع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا عبد الله، ويعطيكم ألف عافية، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. دمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل دائما نحب نذكركم بمراكز فحص كوفيد 19 عفوا التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا في الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، وأيضا مركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبة، وأخيرا مركز السيلي الصحي. في بعض المراكز التخصصية لفحص كوفيد 19 يتطلب موعد مسبق، مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة، وأيام العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء، وأيضا نادي النصر الرياضي من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا وحتى 1 ظهرا. فقرتنا الثانية بتكون مستمعينا الأعزاء فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان زبدة الفول السوداني، وبتكون معنا الأستاذة حصة أحمد أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا اليوم معها بيكون عن الفول السوداني وفوائدها الغذائية والصحية العديدة. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة التغذية اليوم تحت عنوان فوائد زبدة الفول السوداني مع الأستاذ حصة أحمد أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذ حصة صباح الخير. صباح النور والسرور أخوي جميع مستمعين الكرام. الله يحييك. أنا طبعا من الناس اللي وايد أحب زبدة الفول السوداني، فحاب أني أسمع اليوم عن الفوائد الغذائية والصحية العديدة لزبدة الفول السوداني. طبعا أنا بقول لك شيء، دام أنك أنت من محبين زبدة الفول السوداني، أنا كنت ما أحبه لكن في الفترة الأخيرة تقدر تقول آخر سنتين قمت أشوف ما شاء الله يحطونه في وايد وصفات ووايد أماكن نصير إن نتعشى فيها ولا نتغدى فيها، ولا حتى الكوفي والأساي وغير يحطون فيه زبدة الفول السوداني. صح. من هني حبيت، الحين قمت ما أستغنى عنه أبدا ما شاء الله، بعد فوايده وايد. أكيد يعني أنت أخصائية تغذية فأكيد عارف الكثير من الفوائد، لو يعني تفيدينا في الفوائد الصحية صراحة لزبدة الفول السوداني. طبعا زبدة الفول السوداني مكوناتها عديدة على حسب الماركة اللي تأخذونها، في بعض الماركات ممكن يضيفون لها زيوت ثانية مثل زيت السمسم أو غيره على حسب طبعا الشركة المنتجة لزبدة الفول السوداني، ولكن المكون الأساسي هو الفول السوداني المحمص. زبدة الفول السوداني تحتوي على كمية سعرات تعتبر عالية، يعني تقريبا في كل ملعقة طعام واحدة فيها 96 سعرة حرارية، ما تعتبر منخفضة، ولكن هاي السعرات الحرارية تكون مصادر مصدرها الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية.
وايد ناس يقولون لنا استهلاك زبدة الفول السوداني ممكن يزيد وزننا فنحن بنبتعد عنه. أقدر أقول لكم أن هالكلام غير صحيح إلا لو إذا نحن كثرنا بالكمية اللي نحن ناكلها. طبعا نحن ما نعرف أن زبدة الفول السوداني شوي يعني ثقيلة، فنحن يوم ناكلها تقريبا ما يعني أكثر عن ملعقتين مستحيل في وجبة واحدة. صحيح. فتركيب الدهون اللي موجود في زبدة الفول السوداني يشابه تركيبة زيت الزيتون، يعني هو فيه نسبة دهون غير مشبعة ونسبة دهون مشبعة، ولكن النسبة اللي موجودة تعتبر صحية يعني إنها ما تضرنا. وأصلا في دراسات من عند جمعية القلب الأمريكية تثبت أن استهلاك مستويات عالية من الدهون الأحادية الغير مشبعة اللي موجودة بنسبة جيدة في زبدة الفول السوداني ممكن أنها تحسن مستويات الكوليسترول في الدم، واللي بدورها طبعا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض المتعلقة باستهلاك الدهون الغير صحية. صحيح. وعندنا مركبات أخرى موجودة في زبدة الفول السوداني نفس المياسين. المياسين هي مادة موجودة بنسبة عالية جدا في زبدة الفول السوداني، وهاي المادة تساعد الأشخاص اللي يتلاعلونها بكمية معتدلة على أنهم يقوون الذاكرة عندهم، فبالتالي ممكن أن استهلاك هذه الزبدة تحسن أو مثلا تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو اضطرابات الذاكرة أو الأمراض الأخرى المرتبطة بالذاكرة. زبدة الفول السوداني أيضا صحية لصحة القلب لأنها تحتوي على قلت لك نسبة جيدة من الدهون الغير مشبعة، وأيضا في أحماض نفس حمض الكوماريك موجودة في هذه الأنواع من الزبدة، هي تساعد على تعويض الضرر اللي يعني الضرر اللي يكون في الخلايا المرتبطة بأمراض القلب، يعني أمراض القلب اللي تصير بسبب اضطرابات الخلايا ممكن أن هذا الحمض يساعد على تعويض هذا الخلل بالتالي يحافظ على صحة القلب. أستاذة حصة، هل هناك حصة يعني عفوا أستاذة حصة، هل هناك حصة مثلا يعني ممكن الشخص أنه ما يتجاوزها خلال اليوم؟ يعني أنت تفضلتي وذكرتي بأن ملعقتين ممكن الشخص يأخذ ولا يزيد، يعني هل الملعقتين في الوجبة الوحدة ممكن يأخذ أكثر خلال اليوم؟ لأن أنت ذكرتي في البداية أن استخداماتها خلال الفترة هاي كثير الصراحة. شوف أنا ما أقدر أحدد مثلا ملعقة واحدة أو ملعقتين لكل شخص، طبعا على حسب احتياجاته وعلى حسب استهلاكه من السعرات الحرارية خلال اليوم. صحيح. بس مثلا خلنا نقول إذا استهلك ملعقتين مثلا في وجبة الإفطار، ملعقتين تساوي تقريبا 200 سعرة حرارية مع مثلا كوب عصير أو قطعة خبز، هاي تقريبا تكفي حق وجبة الفطور غير عن وجبة الغداء والعشاء. والعشاء يعني مثلا هي ممكن يدخله يعني في أي وجبة هو حابة، بس لازم يعني نتقيد بكمية معتدلة عشان نلتزم بكمية السعرات الحرارية اللي نحن نستهلكها خلال اليوم، لأن زبدة الفول السوداني نحن ما ناكله يعني خالي، عادة في شيء يكون معاه. صحيح. طبعا في ناس عندهم حساسية من أنواع من الفول السوداني، فهذه الأشخاص ممكن يستبدلون زبدة الفول السوداني بأنواع ثانية من السبريد، مثلا زبدة اللوز بعد فيها فوائد وايدة، لأن نحن نعرف من المكسرات أصلا بشكل عام مش بس الفول السوداني لها فوائد وايد كثيرة لصحة الإنسان لصحة القلب لصحة الدماغ، ممكنهم يستبدلون بأنواع ثانية من زبدة المكسرات. يعطيك العافية أستاذة حصة أحمد أخصائية التغذية العلاجية في هيئة صحة بدبي على هاي المعلومات المفيدة الحقيقة حول موضوع فوائد زبدة الفول السوداني. شكرا جزيلا لك. العفو، حياكم الله. الله يحييك. ومستمعينا الأعزاء ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وفقرة تقنيات حديثة، واليوم تحت عنوان التصوير المقطعي للشرايين
التاجية للقلب. واليوم مستمعين دائما الاستراتيجية المرنة التي تعتمد عليها هيئة الصحة بدبي لأحدث التحولات المطلوبة في قطاع الصحي بإمارة دبي تستهدف دائما من بين ما تسعى إليه لاستحواذ على أفضل التقنيات والحلول الذكية في جميع أقسامها الطبية وخاصة في أقسام الأشعة. اليوم يشرفنا معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف محمد المسفري، في هو فني أشعة رئيسي في هيئة الصحة بدبي، للحديث عن هذا الموضوع. الأستاذ يوسف صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحك بالخير والعافية أستاذ عبد الله، شكرا. الله يحييك أستاذ يوسف. برنامج صحة وسلامة، ونشكر القائمين على ذلك على البرنامج من قبل هيئة الصحة دبي. الله يحييك أستاذ يوسف، والشرف لنا طال عمرك، ونحن دائما سعيدين جدا في دائما التواصل معكم ومعرفة المزيد حول الخدمات المميزة اللي دائما هيئة الصحة بدبي تقدمها لمتعاملينها. دكتور، طبعا التصوير يعتبر جانب مهم بالنسبة لجوانب التشخيص للمرضى. اليوم حديثنا معك دكتور عن التصوير المقطعي للشرايين التاجية للقلب. في البداية لو تحدثنا عن الدور المهم الذي تقوم به أقسام الأشعة وخاصة ما يتعلق بالتشخيص والعلاج. حياك الله الأستاذ عبد الله، وياك الأستاذ يوسف، وياك مو بالدكتور مصور الأشعة. بتكلم في البداية مستقبلا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى مستقبلا. وما قطعت الأستاذ حصة، تكلمت بشكل عام عن المنظومة الغذائية للقلب، وهذا مرتبط بشكل مباشر عن الموضوع اللي بنتكلم عنه، هو التصوير المقطعي للشرايين التاجية للقلب. نعم. بشكل مختصر أستاذ عبد الله، تصوير مقطعي للشرايين التاجية للقلب والخدمات المقدمة في قسم الأشعة بمستشفى راشد على الخصوص تعتبر من ضمن الوحدات التشخيصية المهمة لتساعد المريض في استكمال خطة علاجه، والتسهيل كذلك على الطبيب المعالج باتخاذ أفضل علاجات له. نفس ما نعرف أستاذ عبد الله أن هيئة الصحة بدبي دائما ما توفر الأنسب للمريض، سواء بتقديم أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة اللي تواكب متغيرات الحياة، أو مثلا بتوفير من شأنها يعني توفير الخدمات اللي من شأنها تقلل نسب المضاعفات المرضية اللي تصير عند المريض. وكما هو معروف قسم الأشعة من الوحدات التشخيصية المهمة اللي تساعد على معرفة حالة المريض أو حالة المرض، فبالتالي تساهم بشكل كبير جدا في تقديم أفضل العلاجات للمريض. ومن ضمن مبادرات الهيئة لقسم الأشعة هي توفيرها لأحدث الأجهزة اللي تواكب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهذا الأهم في هذا الموضوع. صحيح. طبعا أستاذ يوسف، مثل ما ذكرت بأن يعني الجانب التشخيصي وبالأخص يعني تفضلت بالأشعة المقطعية، دائما طبعا المجال الصحي أستاذ يوسف هناك التطور فيه سريع في جميع الجوانب، وبالأخص في الجانب التقني، سواء يعني التطبيقات الذكية أو الأجهزة الذكية. لو نتحدث دكتور، عفوا أستاذ يوسف، معاك عن أهمية أن تكون تجهيزات أقسام الأشعة من الجيل الجديد للتقنيات والحلول الذكية. طبعا هذا مهم جدا أستاذ عبد الله، أن لازم تكون خدمات الأشعة هي يعني خدمات عالية المستوى وحديثة. فبالتالي يعني مثلا نتكلم نحن بشكل أخص عن الشرايين التاجية للقلب، كما هو معروف يعني الشرايين التاجية جدا جدا دقيقة وصغيرة، يعني أقل عن مليمترات، ومعروف أن جسم الإنسان يعني ينبض في الدقيقة بمعدل نبضات قلب من 60 إلى 100. فمعناته هذا تصوير سريع، يعني ببسطها للمستمع بشكل بسيط، يعني إذا كانت سيارة يعني نقول مثلا بحدود سرعة 80 إلى 100 وانت قاعد تبى تصورها بشكل ثابت، ما ممكن تصويرها. يعني حتى لو انت صورت هذه السيارة بهذه السرعة بتكون فيها عليها شوشرة أو نفس ما يقولون ظلال عليها. صحيح. الصورة ما تكون بشكل واضح. فعدنا نحن أجهزة متطورة منها التصوير المقطعي. من مميزات هذا التصوير المقطعي أو ما يسمى الإسكان أو الأجهزة المحورية أو الطبقية، هي تعتبر من
أسرع الأجهزة لتصوير أجزاء صغيرة من أجزاء الجسم نفس ما تفضلنا قبل، الشرايين التاجية المغذية لعضلات القلب. شو معنى هذا أستاذ عبد الله؟ معناه جهاز الأشعة يدور حول المريض بشكل 360 درجة في غضون 0.25 ثانية، يعني يعتبر من أسرع الأجهزة في التصوير. يعني لو رجعنا للأجهزة القديمة التقليدية كانت على سرعة مثلا 0.35، 0.28، 0.27، ممكن يصير التصوير للشرايين التاجية، لكن ممكن تعطي قراءات أحيانا خاطئة أو تشكل صعوبة للطبيب الأشعة في التشخيص الدقيق. فبالتالي يعني شو ميزة هذا الجهاز الجديد؟ طبعا هو عبارة عن وحدتين انبوبين من جهاز الإشعاعي يدور 360 درجة، فيعطي وضوح عالي الدقة للشرايين، فيسبب يعني يتسبب في تشخيص عالي الدقة لهذه الشرايين التاجية. وطبعا في ميزة ثانية ملاحقة للجهاز هذا نفسه، عندنا كاميرا في السقف، كاميرا هي تصوير حقيقية ثلاثية الأبعاد مركبة يعني مع جهاز الأشعة في السقف ومع لوحة لمس تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعني هذه تعتبر من الأجهزة الذكية. شو ميزتها هذه؟ هذه تأخذ نفس الشيء الجزء المطلوب للتصوير، حتى لو كان فرضا الأستاذ عبد الله المريض يعني نقول إن إحنا متلحف بشرشف أو بطانية، نعم، هذه الكاميرا تتحسس الجسم، فمثلا فرضا إحنا بنصور جزء معين مثلا الصدر، عن طريق السوفت وير ممكن الكاميرا تميز هذا الجسم وتميز أن هذا الصدر وهذا البطن، فمصور الأشعة ما يأخذ الوقت في هذا، أو يعطي مثلا جزئية معينة أو يحرك الطاولة فيكون وضعية الجسم مع الكاميرا خاطئة، فبالتالي يعطي تشخيص غير دقيق. فتميز جسم وتتميز الجسم والأعضاء بشكل مناسب بحيث مصور الأشعة ما يكون عنده خطأ في التصوير. هذا هو صح. وأيضا دكتور يعني عفوا أستاذ يوسف، يعني من خلال حديثك بأن يعني مستوى دقة الأشعة تكون فائقة الحقيقة، مثل ما ذكرت بأن هاي الدقة وهاي التقنيات تساعد المريض. يعني احنا دائما نقول أن دائما الأجهزة والذكية يعني إدخال هذه النوع من التطور سواء يعني كان في الأشعة أو الخدمات الثانية، دائما أستاذ يوسف هدفها يعني تسهيل التشخيص والعلاج اللازم في الوقت المحدد اللي يضعه الفريق الطبي المعالج. لو تكلمنا شوية قبل أن ننتقل إلى محورنا الثاني عن كيف التقنيات الحديثة وكيف التطور الذكي في هذا الجانب في قسم الأشعة يساعد أستاذ يوسف يساعد المريض بشكل عام في التشخيص وفي العلاج وفي وضع الخطط العلاجية المتكاملة. بالضبط. فرضا يعني شوف الحين مثلا بهذه التقنيات الحديثة والكاميرات الموجودة اللي تتحسس الجسم تقلل من الجرعات الإشعاعية، يعني المريض عادة يتخوف من انه يسوي مثلا يسوي عادي اشعه الامراي الراني المغناطيسي، هي عباره عن اشعاعات غير مؤينه مو مثل التصوير المقطعي، او مثلا يتجه الى الاتلاس ساوند الاشعه فوق الصوتيه او الاشعه العاديه او اشعاعات ثانيه اللي قليله يعتبر قليله يعني الجرعات الاشعاعيه، فيخاف مثلا يروح لما يقول السيتي سكان يتخوف انه يروح سيتي سكان. ليش؟ جاي على باله انه الإشعاعات نفس السابقة، يعني الأجهزة القديمة كانت إشعاعاتها عالية. نعم. بشكل مبسط يعني مثلا أشعة الصدر في الأجهزة القديمة مثلا كانت تأخذ على يسمونه DLP يعني وحدة الإشعاعات في الجسم. نعم. بشكل مبسط Dose Length Product مثلا نقول على أشعة الصدر كانت تأخذ على 450 على 470 تصل 500 على حسب طول المريض على حسب وزن المريض هل هو ذكر أم أنثى. لكن لو قارناها بالأجهزة الحديثة مع التطور الهائل في الأجهزة الذكية منقارنها بنحصل الدوز لينث برودكت أو الوحدات الإشعاعية للمريض اللي حصلها من نفس الحاجة من نفس كذا بتحصلها على 100 120 130 وحدة DLP أو أحيانا إذا كان جسم المريض بعد يعني يعتبر نحيف عادي تحصلها أقل عن 100. هذه يعني من ناحية كبير جدا دكتور. نعم. فارق كبير جدا. فالمريض لا دائما لما يحضر قسم الأشعة يتخوف
ومن حقه المريض تخوف مثلا بناء على خلفيات قديمة. صحيح. إن الإشعاعات صح إن الإشعاعات التصوير المقطعي تعتبر عالية مقارنة بالإشعاعات الأخرى يعني الأشعة العادية السينية وكذا، لكن لو قرناها بالأجهزة العادية جرعات جدا يعني أقل أو من الضعفين أقل عن التصوير المقطعي السابق، فما فيها تخوف. وحتى بالنسبة لخطأ مصور الأشعة في الأجهزة الحديثة اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي يكون قليل. مثل شو؟ عادة المصور الأشعة يعني بشكل بسيط إذا في وقت. نعم تفضل. ممكن أشرح أستاذ عبد الله؟ نعم تفضل أستاذ يوسف. هي عادة شو تصير مثلاً أخطاء في سابقا؟ مصور الأشعة يأخذ المريض يحطه في الطاولة وهو يعمل يدوياً، يسمى مانوال، يعمل يدوياً يحرك الطاولة للليزر تبع جهاز الأشعة. هذا الليزر لازم يكون طبعا يحوي على تقريبا ثلاثة يعني أنواع من الليزر، يعني قطع محوري من الأمام ومن الجنب وكذا. فلازم يكون مثلا نحن بنصور شرايين القلب التاجية، نصوره لازم يكون الصدر في منتصف هذا الليزر. ويجد صعوبة أحيانا مصور الأشعة في تحديد مركز يعني القلب بشكل مباشر لعدة أسباب. ممكن يكون من ضمنها هو مضغوط عنده قائمة مرضى كثيرين. نعم. أو مثلا يعني المريض كان شوية زائد الوزن أو عمل خطأ يعني في اختيار يسمونه الباراميتر وهالأشياء. لكن التقنيات الجديدة سهلت هذا الأمور في ثواني، أنت ما يحتاج بس تختار مثلا جزء القلب وخلاص، هو الجهاز بنفسه يحدد لك ليزر أو مركز الأشعة المناسب يعني لتصوير الجزء المطلوب، وخلاص ضغطة زر ويعطيك كل شيء جاهز، بس مجرد المصور الأشعة يبدأ التصوير. صحيح. هذا هي. نعم أيضا تفضل أستاذ. إيه هذه من التقنيات الموجودة. والشيء الثاني كان فيه تخوف، خاصة تعرف أستاذ عبد الله موضوع تصوير شرايين القلب مو مثل التصوير العادي، مثلا تصور لك تصوير المقطعي للبطن أو للصدر أو للرأس، لأن هذه مناطق حساسة جدا، يعني أي حركة للمريض أو إذا كان نبضات عالية جدا ما ممكن نسوي التصوير، أو يكون التصوير يعني خلاص غير معتمد للتشخيص. صحيح. فهذا الجهاز يعني في الأجهزة التقليدية العامة المعروفة كان قطر فتحة التصوير المقطعي 70 سنتيمتر، هذا الستاندرد العالمي الموجود. نعم. لكن مع الأجهزة الجديدة لا، اللي تعرف أنت هذا اللي عندهم فوبيا، اللي يخافون من الأماكن المغلقة، في مرضى يخافون من الأماكن المغلقة. صحيح. مجرد بس ما يدخلون في المكان المغلق هذا بقطر 70 سنتيمتر خلاص يبدأ نبضات القلب تزيد ويرتعش والنفس يكون عنده ضايق، فما نقدر نحن نعمل التصوير بهذه الطريقة، أو حتى لو نسوي التصوير الصورة ما تكون بالشكل المناسب. فهذا الجهاز الجديد عندنا قطره ب 78 سنتيمتر، معناته المريض لما يجي خلاص يكون مرتاح، انه يحس انه القطر واسع، يعني كانه داخله فتح مفتوح من الجهتين، ومو مثل يعني مثلا الرنين المغناطيسي يعني شديد الغلق في المساحات. صحيح. هذا وكثير من الاوقات يعني استاذ يوسف ايضا كان يتم تاجيل بعض الموعد يعني للاشعه بسبب طبعا المشاكل هاي، فاكيد هاي الاجهزه الحين يعني توفر يعني تقنيات حديثه وتساعد المريض في اجراء الاشعه المطلوبه. استاذ يوسف لو نتحدث معك عن مستوى التجهيزات المتوفره في المنشات الطبيه لهيئه الصحه بدبي، وللأسف أستاذ يوسف عندنا دقيقة واحدة وياك. والله نشكر أولا هيئة الصحة بدبي بتوفير كافة الخدمات، ليس فقط في وحدة قسم الأشعة لكن بشكل عام لكل الوحدات، وأي شيء نحن نطلبه سنويا من هيئة الصحة في أحدث التقنيات توفرها لنا بشكل مناسب. فأنا بس بختم الأستاذ عبد الله ختام في قسم الأشعة، عندنا خطة توسعية إن شاء الله في حلول عام 2022، يعني تكون خدمة التصوير المقطعي للشرايين التاجية على مدار الساعة، ليس فقط الفترة الصباحية، بل يكون 24 ساعة على مدار الساعة يتلقى المريض كافة العلاجات، ويكون طبعا تنسيق متكامل بين قسم الأشعة وقسم وحدة القلب أو وحدة القسطرة.
الله يعطيك العافية أستاذ يوسف محمد المسفري، فني أشعة رئيسي في هيئة صحة بدبي. شكرا لك أستاذ يوسف على هالخدمات الجميلة والمعلومات الجميلة اليوم الخاصة بخصوص التصوير المقطعي للشرايين التاجية للقلب، ويعطيك العافية أنت وفريق العمل. ونحن دائما الحقيقة يعني سعيدين وشيء يعني شرف أن دائما في هذا النوع من التطور في الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمتعامليها. شكرا جزيلا لك. نشكرك استاذ عبد الله على الاستضافه في برنامج صحه وسعاده والاهتمام البالغ بتوعيه الناس المستمر، وكذلك نشكر القائمين على البرنامج ونشكر هيئه الصحه على مبادراتها والدعم المستمر لكافه الوحدات التابعه. شكرا شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا مستمعينا الاعزاء، وبعد فقره التقنيات الحديثه وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى ان شاء الله ان الحلقه قدمت لكم معلومات صحيه مفيدة. هذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، كان في الإعداد فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ المبدع نمر محمد، وفي الإخراج أيضا الأستاذ نمر محمد، والمخرج سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.